اتفقنا وخلصنا، ليه نعيده ونرجع لعنب ديبه؟ عشان ما ينفعش اخد حصتي اقل من غيري يا معلم. سبق واتكلمنا وقلت لك ده حكم السوق، خصوصا بعد اللي عملوه رجالتك والخساره اللي لبسناها كلنا. اسمع يا معلم، انا سمعتك وطوعتك ورحت واتجصت وفتشت بامانه، لقيت ان كل ده في شنك وان رجالتي بره الليله دي كلها. امال مين اللي عملها يا معلم؟ اسال المعلم الصغير هو يقول لك. الله، ايه نويت تلبسها البراءة ابني؟ حاشا لله يا معلم، انا عارف زين ان المعلم براءة يبدو نظيف وملوش في الشغل العوج ده، بس الحكاية ليها ديول كتيرة يا معلم بتلعب من وراها. فسر يا معلم. شوية عيال ملموم عليهم ومقضيها معاهم، والعيال دي بتنتهز الفرصة وبيلعبوا اللعبة وهو مش داري بيها. مين العيال دول؟ كلهم كده. لا بس دي خم حلاوتك. ايه ده؟ شو خططيني؟ معلش، هو ايه النظام؟ انت كل يوم هتدخل عليا بتتطوح؟ خلاص بقى هو ده تمامك؟ شو بقول لك ايه؟ انا جاي الليله دي ومزاجي فوق في السما ومش طالبه اي عكنان عامل معروف. اعمل معروف فوق، الدنيا عماله تلف من حواليك وانت نايم على ودانك مش حاسس بحاجه، الكل عمال يكوش ويحوط على الركنه بتاعته وانت نايم لي في العسل فوق، بدل ما تلاقي نفسك صبي من صبيان المعلم. يا معلم يا بيت، لا ده انا المعلم صاحب توكيل المزاج في البر كله وحافظ المعلم. المعلم من غير دراع فضحته بتتذاع يا معلم. يا شو ما تلم التعبين وتخليها تعدي على خير، انت عايزه ايه بالظبط؟ عايزاك تشوف شغلك، عايزاك تفوق لنفسك بتضيع وهتضيعنا كلنا معاك. ضويه عايزه تكوش على كل حاجه وانت مش فاهم، عايزه تنطرك من اللعبه فوق يا ابو سنه. السكه دي سكه تسليم النمر وانت مش ناقص. وبعدين بقى شو، احنا مش قلنا مالكيش صالح بشغلنا؟ وماله يا اخويا، بس ليا صالح برجلي، وانا ليا طلبات وانت لا مؤاخذه مش مكفيها. جر الشر يا بنت عم عوره، انت عايزه ايه بالظبط؟ عايزك تسمعني كويس قوي، لاني خلاص مش هستحمل بعد كده، واي حد هيدوس لي على طرف هاكله بسناني ان شاء الله، حتى اصور لكم قتيل في البيت ده. يما ريا، ايه هالفترة اللي بتهلفطيها دي؟ ورحمة أمي، لو فضلت ماشيلي على الحال ده لححج وقفش ومتعرفليش طريق جر. تاني يا شو، تاني ما قلنا بلاش الاسطوانة الزفت دي. لا لسه، واللي ظهره قفش يا أخويا ما يشيلش، وما يجي يشيل يشيل على قده. فهمت ولا فسر أكتر؟ تعال. والنبي انا ما مصدقه سي خميس يعمل معاكي كل ده ازاي. سيبيني لوحدي يا بيسا. اسيبك ازاي وانت محتاجه؟ بقول لك سيبيني. حاضر عينيا، هسيبك، انا قاعده بره، احتاجتي اي حاجه او اي حاجه تعوزيها انا بره، اندهيني بس. وجع الجده مقدور عليه يا بيسا، انما وجع القلب ده اللي ما يقدر عليه حد. يا خساره يا خميس.
يا خسارة كل حاجة حلوة بينا. يا خسارة يا فندينا. يا خسارة. الله عليك يا واد يا جامد ده، اهو كده انت تمام التمام. لو النبي يا معلم، ده انا دماغي لفت بقت عامله زي النحله، كل ده من نفسين مش قادره. يا بنتي افهمي، الدماغ دي هي اصل البني ادم، وهي اللي بتفرقه عن بقيه المخلوقات. الواحد من غير مزاج حيوان، زي الواد براء ابني بالظبط. بس انت شديت معاه قوي يا معلم. واد غف هيبوظ لنا الشغل كله. مش كفايه بضاعه والوفات ياما راحت علينا بعد ما حتى اطبخ فيها شهور؟ جاء فانتينا هياكلها الجاهز، وكل ده من تحت راسه هو. ازاي يا معلم؟ اقول لك ازاي، بس خدي شدي، حاكم حلاوتي الشد ايه؟ هات وخد، هات خدي. لو النبي يا معلم، خلاص دماغي بقت في الطراوه، خلي يبقى عندي شويه نفس اوصل بيهم الاوضه، ولا امشي اتكعبل على بوزي واداس بالرجلين. بس قولي والنبي يا معلم احكي لي، اصلا بحب اسمع الحكاوي قوي. بتحبي الحكايات قوي؟ حس كده بقى. شهريار هيحكي، وشهرزاد تطقطق لي الاذن الوسطى. اهو بك حافية. خميس مستحيل. مساء الفل على ياسمين. قلقت منامك؟ بالعكس، انا لسه نايمه ولا ايه؟ مالك يا فاطمه بتلخبطي ليه؟ هتصدقني لو قلت لك انك كنت معايا دلوقت. كنت معاكي فين؟ في الحل. حل؟ كنت عامل ازاي؟ كنت بتضحك، وشك زي البدر المنور، وعينك ما فيهاش اللون الاحمر ده. وانتي؟ كنت حاسه اني طايره في سبع سما. والله العظيم انت زي العسل. والله العظيم انت زي العسل. لما كبرتي بسرعه يا فضه. العمر مش بالايام اللي بتعدي علينا، ولا بالسنين اللي بنعدها. العمر بالحاجات اللي بتعلم فينا، والناس اللي بنحسها. عالم حلو برضه، حلو يخلي الواحد يقول ولا موزونه كده، مش زينا بقى نقعد نطجن ونديك الوريده. عشان كده انا عايزك تكملي اعلام، كملي اعلام وتبقي الاولانيه. طمنيني، عامله ايه دلوقتي؟ طمني انت عليك، وقولي ايه اللي جابك في ساعه زي دي. لقيت نفسي مخنوق، وبرضه قلت اجي اطمن عليكي. انت كويس؟ انا تمام تمام. وراه أنا عايزك. خير يا معلم؟ اقعد، عايزك في حوار كده. حوار؟ اقعد يا ابني. دينا قعدنا حد. قول.
المصيبة إن أنا بقول كتير بس أنت ما بتسمعش، وعارف أنت ناوي توصلني لحد فين. لا مؤاخذة يا حاج علي، كلامك مش واضح، ما تفهمني تقصد إيه من ورا الكلام ده؟ أنت تعرف عيلين من الأبجية، واحد اسمه فتحي فلكان والتاني اسمه صلاح كفريه. فتحي وصلاح؟ اه يا حاج، ساعات بيقعدوا معانا يعني لما بنبقى سهرانين، بس مش دايما، زمايل قاعدة يعني. طب ليه؟ الله، ليه؟ من امتى يا ابني بتقعد مع عيال بالصنف ده؟ ما انت هايص، مقضيها كباريهات ونسوان وانا معديها، يبقى لازمته ايه الكيف الرخيص ده؟ وطبعا انت بقى في القعده بترش بضاعه عشان تسمع ده يقول لك يا معلم، وده يعظم لك، مش كده صح؟ مش على حاجه يعني يا حاج، بس الحكايه وما فيها ان اتفسر كلامك يا حاج، انت عايز تقول ايه؟ العيال دول بيشتغلوك يا براء، بيقلبوا عيشهم من وراك، بيضربونا في السوق. اديني فسرت يا معلم براء، رد عليا انت بقى وفسر. ما تعاندش معايا وحاول تاخده على قد عقل. عقل مين؟ هو انا بقى فيا عقل؟ انا مش قادر افهم ايه المشكله يعني لما باصي مصلحه لواحد صاحبي. ها؟ ايه المشكلة يعني؟ مصلحة مش هتأثر معانا، ايه؟ الدنيا خربت؟ أبوك اليومين دول مش في وعي، في اللي واكل نفوخه ومخليه مش دريان بالدنيا. قصدك مين؟ قصدي اللي بتطلع أوضته كل ليلة عشان تعمل له مساج و وإيه؟ أوعى يا بنت مطرة تكوني عارفة حاجة أنا معرفهاش. معرفش بقى يا أخويا، أبوك عندك، روح اسأله. تكون قصدك البيت سوريا؟ هو في حد غيرها في البيت هنا؟ لا 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 لا، انت كده مخك راح لبعيد. مخي ايه اللي راح لبعيد؟ بقولك البيت واكله نفوخه. يا بنت لا، انا ابويا، انا ابويا اخره يتسلى يعني، اكنه بيأذى شويه لب وخلاص، لكن يدي سره وسلم نفسه كده لوحده؟ لا صعب. انت ما تعرفوش ابويا. انا عارفه البت دي كويس قوي وفاهمه حركاتها، البت دي مش سهل. اتفضلي يا حاج. صباح الفل يا حاجه. صباح الهنا يا حبيبي. اقعد انا عايزاك. انا تحت الامر والطاعه، وملك ايديك يا كبير. يا واد بطل باكش بقى واسمعني. القرشين اللي لميناهم مع البضاعة اللي هتستلمها مع اللي هيطلع من عملية النوح يخلونا نقف على رجلينا ونرجع السوق من تاني. عايزين نروح بيتنا بقى يا خميس. عايز اموت في فرشتي. العمر الطويل ليك يا حاجة، ما تقوليش الكلام ده. انا عامل ترتيبي على كده ومقضية مقضية ان شاء الله. قلقانة على خالك يا خميس، وخايفة لا يكون كبر وعظمه طير. انت عارفة الخرم اللي في نفوخه اللي منغص عليه عيشته؟ شو؟ الزفتة. أنا مش فاهم أنت إزاي وافقتي على الجوازة دي. أوه. بس ولا يهمك، هنخلص من العملية دي وبعدين نخلص منها هي. ربنا ما يحرمني منك يا غالي. ولا من قلبك الحليب يا حليب. ولو عايز أخلص لك من خيل كمان أخلص لك من خيل. يا ولا. مش هي دي. لا هي دي. لا هي دي. بسكوتة. بررم. 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 بالله لو الشيف عسل. تعيش يا حبيبي. يا زوز. حاضر يا حاضر. وتفتكر البت سوريا دي هتنجح في المهمة اللي احنا مكلفينها بيها؟ إيه اللي تنجح؟ دي بت شطانة بتلعب بالبيضة والحجر. هي أي نعم رغاية حبتين وطلعت عيني لحد ما عرفت أجندها، بس أكيد هتجيب دغ الراجل وتخليه يتكلم. المهم بالنسبة لنا دلوقتي أخبار أفندينا. أفندينا مقضيها سهر وكباريهات وغرز، واللي مستغرب له لحد دلوقتي ما حطش رجله في حاجة. ده مش معناه يا علي إن أفندينا هيبطل شغل.
بالعكس افندينا اكيد دلوقتي بيحضر لعمليه تقيله قوي. ازاي افندينا علي ما يعرفش يقعد من غير شغل الفتره دي كلها. ادخل. تمام علي باشا. ايه في واحده بره يا فندم عايز تقابل سعادتك. واحده مين؟ لا تدخل. تحت امرك يا فندم. اتفضلي. صباح الفل يا باشا. شكل المزاج رايق على الاخر. ايه اللي بيخليك تقول كده يا معلم؟ ما هو الجواب باين من عنوانه. الا قول لي يا معلم، لو انت صحي ناوي تتجوز براءة. مين قالك الكلام ده؟ مش محتاجة اقولها يا معلم، ما هي الفولة باينة زي الشمس. اهباطي اهباطي، لا في جوازة ولا جنازة. طب أمان عليك بقى يا معلم، لو كنت حقيقي ناوي اتجوزوا اعتقوني بقى لوجه الله وسيبوني في حالي. ما بلاش عاوة وهالفطة فرغ. بقولك ايه يا معلم، تكونش خايف مني؟ فاكرني يعني زي القطط اللي بتاكل وتنكر، ولا زي البغبغان اللي يعرفوا يقولوا ويرددوا؟ لقيتك بقالها مدة مش عجباني يا مطر. من اللي شفته يا معلم. ايه اللي شفتيه يا براتبني؟ ايه اللي شفتيه؟ ده انت عايشه في نعيم عمر ابوكي ما يحلم يعدي قدام بابه، وبتنام على حرير ومش قادره تقيمي دراعك من تقل الذهب اللي هو شايله. عاوزه تشوفي ايه تاني يا اختي؟ عيب الكلام ده يا معلم، انا طول عمري بنت عز وبنت اصول. وما تنساش بقى ان انا مرات المرحوم الغالي اللي راح، وان جوازتي من براءة كانت غلطه بدفع تمنها كل ليلة أنا وهو وشنا في وش بعض. يا ريت تفردي وشك زي ما كنت نازلة كده، يا ريت. ولا أقول لك اتعلمي لك راسة وحبتين دلع كده. فكي شوية. فكي يا بنت. صدقيني لو فكيتي هترتاحي وتراحي جوزك معاكي. ما أنت عارف إني ماليش فيه. ما هي دي المصيبة يا أختي. تهت ولقيناها. أنا أنده للبت سوريا أخليها تعلمني هزتين من اللي بتعملهم وهي بتحط لك فنجان القهوة المحمص. أسيبك بقى للاستباحة بتاعتك. دام الحكاية وصلت لسوريا ما تنسيش خليها تعلمك إزاي بتهاوى على الحجر. ممكن أعرف يا أبو سنة لحد إمتى هتفضل سايب المارة اللي انت بلتنا بيها دي طايحة يمين وشمال، وفي الآخر تاخد كرامة وتروح عند حنتومة من ورايا؟ حنتومة؟ وإيه اللي ودى كرامة عند حنتومة؟ انت بتسألني يا أبو سنة؟ خلاص يا حجة أنا هتصرف. هتصرف؟ هتعمل إيه يعني؟ عليا النعمة البت دي واكلة دماغك وهتغمس بالربع اللي فاضل. مالوش لازمة الكلام ده طيب يا حاجة؟ افرض حد قاطرها وهي واخدة كرامة ورايحة بيت زي ده، وجايز نتشام وبدل ما نقيم دماغنا ناخد طعنة في الظهر. مش أنا يا معلم اللي هتقولك الخطر مفندق شبابيكو قد إيه، ولا زن المحروسة على ودانك نساك عرفنا؟ ما نسيتش حاجة ولا حاجة، ده أنا لسه ضاربها علقة موت دلوقتي. وهتكسر ضلوعها ورميتها تحت رجليك وشدتها من شعرها. عليا انا الكلام ده يا ابو سنه وتهرب منك وتقعد تعيط وتولول زي الحريم، ونبضر رجالتنا علشان يرجعوها زي كل مره. يا حاجه ما انا قلت لك. بس ما عندناش وقت للكلام ده، الشغل اللي جاي هو الاهم. لم مراتك وخلينا نفوق لشغلنا. عرفت انا مصدره خميس ليه؟ عشان راجل ملوش ملكه، قلبه تحت رجليه، مش بيرفرف بين ضلوعه زي جماعة. هات يا جماعة يا رب. يوما بقلبي لما أخذ يعني يحمي راسي أمزعه بيدي وارفصه برجلي. أمال الموال ده جاب أخو يا باشا
المولد ده اتفضل يا باشا وخلص اتعملت حورني وتدورني الجو خير اتكلم في الشغل احسن. شوف يا خميس انا قلتها لك قبل كده وهقولها لك تاني، انت من القليلين جدا اللي دخلوا دماغي وانا شايف فيك بكره بتاع البلد دي. يا باشا انت شرف لينا، اتمنى نخدم بلدنا. وانا يعني بعمل ايه؟ ايه همي يعني؟ اعدل مزاج ولاد بلد، اظبط دماغهم عشان يشتغلوا صح ويدوروا عجله انتاج مظبوطه. عندك حق يا خميس، ده معناه ان هيبقى في راحه بال. طبعا لما البال يبقى مرتاح الدماغ يبقى مظبوط، لو الدماغ مظبوط المزاج هيبقى موزون، ولو المزاج موزون الشغل كمان هيطلع موزون. وعد الله وعد الله، انت بتتكلم زي الحاجه بالظبط. اه والله زي الحكه. لا مش زيها زيها يعني، لا انت برضه انت لا يعني لا زيها. وانا حلو كده خميس. انت زي العسل يا باشا، يوم يا باشا انت مش عاد يعني قول لي يا عم. انت عم السوق كله يا باشا. الخلاصه دي المصلحه يا انا خلصتها وكملت على اللي عمله ولاد النور، مع اني والله مش حابب. المهم تبقى حابب يا خميس، المهم تخلص اللي بتعمله. هل الحب ده لبعدين لحاجه انا عايشها مش فاهم. ايه رايك في فريده بنتي؟ حته هانم. حته هانم نوح طلبها لابنه، ايه رايك؟ نوح طلبها لمين؟ براه ده عيل عفش ورمه ومالوش في عادات الكبار ولا كلام الكبار، هو يعرف يقعد قعده زي القعده دي؟ انا رايي كده. لا 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 لا. شوف بقى يا خميس، الواد براه ده رغم انه شغال معانا انما تحس انه براني مش اصلي، واحنا صعايده ما نديش بناتنا لحد بره ابدا. وانا لو حبيت ازرع شجره لبنتي ازرع لها شجره جدرها واصل لسابع ارض، جدر اصلي. فهمت يا اصلي؟ المايه دي ساقعه طول الوقت وانا معرفش. انا كده عملت معاك الصح يا باشا، يعني الحوار ده انا ماليش فيه وسيرتي ما تتجابش. حلمك علينا شويه بس يا سوريا، ما تبقيش كابسه علينا قوي كده. معلش يا باشا انا ركبي بتخبط في بعضيها، الناس دي لو عرفت ما ترحمش ممكن تذبحني. يا بنت لمي نفسك وكلمي عدل مع الباشا. معلش يا باشا فكوا الكيس انتوا الاول. انت ايه بلعت فلوس ما بتشبعيش؟ بص يا سوريا، المعلومات اللي انت بتقوليها دي لو طلعت صح ليكي عندي مكافاه ما تحلميش بيها. دي بضاعه بمئات الالوف يا باشا، يعني يا ريت ينوبنا من الحب جانب، واكيد انا مش اغنى من الحكومه. انت واثقه من المعلومه دي ولا؟ عيب يا باشا، سوريا اما تقول كلام بيبقى هو التمام، وانا بت بميت راجل وانا جايبه لك الاوكي. المهم المكافاه دي قد ايه يا بت؟ لمي نفسك. استنى بس شويه يا باشا وانا هشوفك. خليني تشوفي مين يا بت؟ عاجبك كده يا باشا؟ دي تبقى ليله القدر اتفتحت لك يا فندينا. انت مستقليه بابنك ولا ايه يما؟ معاش اللي يقول كده، انا قصدي اقول ان جوازه زي دي في مصلحتنا، خصوصا وانت لسه ما نفضتش تراب السجن من على جتتك، ولما سبتنا بقينا في النازل، وجوازه زي دي هتفتح في وشنا الابواب ونقب من على وش الدنيا. انا يا فندينا يما من كانت الدنيا ادتني ظهرها حبتين فمسيرها تروق وتحلى وتدينا وشها وتضحك من تاني. ما هي بتضحك لينا بس انت اللي مغفلاها قوي. دي سكه مش لازماني. واللي تلزمك الرقاصه اللي واكل عقلك. رقصتي؟ انت فاكرني نايمه على وداني ولا عاجزه بصحيح؟ انا من الكرسي ده بدور الدنيا بحالها. خلاص يا حاجه ملوش لزوم الكلام ده. بس يلزمنا انا يا روح امك، مش افندينا اللي يقع في بنت زي دي ويتجوزها، واذا كانت لازماك قوي
ارمي لها قرشين اخر الليل زيها زي غيرها وزيك زي غيرك. بزياده بقى يما. بزيادهك انت، انت اللي لازم لك قفله. خلاص القفله بقت بضبه مفتاح والحكايه جابت اخرها. يبقى تتجوزها بعد ما تخلص المصلحه، والقرشين اللي هيطلعوا منها يخلوك تخش عليهم بقلب جامد وراسك مرفوع لفوق. ربنا يهديك يا ابني، ربنا يهديك ويبعد عنك ولاد الحرام. الله أكبر، الله أكبر. هي دي الخطة يا فندم. لازم تتأكد من المعلومات اللي جات لك كويس قوي يا ياسر. هو ده اللي حصل بالظبط يا فندم، وجاري البحث والتحري، بس عنصر السرعة هو اللي هيحقق لنا المفاجأة. ده اللي احنا محتاجينه يا فندم. الخطة اللي انت عاملها مش بطالة يا ياسر. يعني نبدأ يا فندم؟ إذن النيابة جاهز، ربنا معاك. تمام يا فندم. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم. صدق الله العظيم. خلق مكانه. مساء الخير يا فندينا. ايه بتقول ايه انت؟ مين قالك الكلام ده؟ اوعى لك كل الكلام ده تهييس. جدع يالا. طب سكه انت دلوقتي، هحليلك بقك يالا. اهو كده الكلام يحلو. كلام ايه ده اللي هيحلو يا براء؟ هتفرحي قريب قوي 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 يا مطر. هفرح بايه؟ هو انت ناوي على ايه؟ بقول لك ايه، سيبك بقى وفكك من ام شريط السبب ده. ما تريحني بقى وتقول لي بتعلقني ليه؟ يا بنت ريحي انت شويه، هقول لك بعدين. طب ما تقول لي دلوقتي، تقول لي بعدين ليه؟ بقول لك ايه، سكه انت عشان انا عايز ابقى دلوقتي. ما تقول لي بقى وتريحني. علي يبقى الميت لحربته. سعيكم مشكور يا سعادة البيه. يا نار الجن. بعد إذنك يا بيه، بعد إذنك يا بيه. لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ربنا ينجيك يا ابني انت واللي معاك، ويمنع عنك كل عين رضية. تصليها في الحرم يا حجة ان شاء الله. لابسة كده ومتأنتكة ورايحة على فين؟ رايحة لأم طارق جارت أمي الله يرحمها، أصلها بعافية شوية، وبعدين انت عارفه انها ملهاش غيري، فقلت اروح لازم اطمن عليها. اه وانت ما يفوتكيش واجب ابدا. ربايه ايدك يا حاجه. ماشي يا شو،
روحي بس ما تعوقيش. لا ازاي، قبل صلاة العشاء هكون هنا ونصليه جماعة ان شاء الله. شو؟ نعم. من هنا لهناك على طول. من عينيا يا حاجة. لا إله إلا أنت سبحانك، إني كنت من الظالمين فاغفر لي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم زد إيمانك يا حاجة. يا معلم أبو سنة، أيوه كله تمام، البضاعة تمام وهنتحرك دلوقتي. قول لي يا غالي، أخبار أفندينا إيه؟ طبعاً الحمد لله، إجديه يبقى ضحكنا على الحكومة والبركة في المعلم النوح. مع السلامة يا غالي. البضاعة تمام والفلوس في أمان يا معلم. كده إحنا حبايب، ربنا يديم المعروف بإذن الله، عشان أخد بخاطر إخواننا البعدة. طول عمركم أصحاب الأصول يا معلم. بني آدم مننا إيه غير بني آدم لمؤاخذة يعمل عمل طيب؟ لمؤاخذة في الدنيا دي اللي ملهاش أمان، بس الحكومة تفهم. سلام عليكم يا معلم. المعلم أبو سنة طمني، أفندينا بخير والحمد لله. يلا بينا. يلا الهم يا نجاك. يا راجل. ماشي 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 على عيني، ألف سلامة. ما تضحكنا معاك يا معلم، ولا احنا يعني ملناش نايب في الفرح ده. انت بنت ليكي أكبر نايب. يا سلام. ده انت مزاجك عالي قوي، بالك رايق على الآخر. حكم أنا أصلي أموت في اللعب المتغطي بالهوى والمكشوف للعين، والصاحب نايم في بلاص العسل مش دريان بالدبان اللي بيعشش حواليه. فزورة دي ولا إيه يا معلم؟ آه، فزورة من كلمتين، اللي تعرف ديته اقتله. وعلى فكرة يا بنت، أحسن لعبة تلعبيها مع الحكومة ومع اللي مشغلاه الحكومة ومع اللي واقف قصادك في السوق. مالك يا بنت؟ مالك؟ كلمتك الليل؟ أنا؟ آه. مفيش حاجة يا معلم، مفيش حاجة. ما كنتش أعرف إن الدهن في العتاقي كده يا معلمة. صلى على النبي عليك وعلى دماغك العالية قوي. الله أكبر عليك وعلى أبوك، الحاجات دي بتتنظر بسرعة. ايه يا بنت؟ مالك اتطفيتي كده؟ الحجر اتطفى فيك. نزوده يا مال. عرقك يا جديد. ونصيحة من أخ محافظ لأخته المحافظة، كل ما تعرقي أكتر كل ما الأساتك هتنزل على وسطك أكتر. عشت يا كبير. هو ده الكلام. النصيحة التانية، عايزك تولعي الصالة الليلة، عايز الزبون يجي يدور عليك بخرم إبرة، وزي ما مليت دماغ الباشا خلي للصالة مكان في قلبك، لأنها أصل النعم وأصل لقمة العيش، وشعارنا هو الإخلاص والتفاني، يجيبوا الزبون من تاني. وأنا بقى خدامة لقمة العيش. أنتريه. أسيبك أنا يا برنس عشان أجهز. جهزي يا روح. بوسي الإخلاص والتفاني يجيبوا الزبون من تاني. برافو. كنت مستنيك يا رمان. وأنا تحت أمرك يا كابتن. عرفت إن مفيش حد بيهرب من قدره؟ وبعدين هتروحي فين؟ وزي ما قالوا في الأمثال اللي مكتوب على الجبين لازم تشوفه العين، وانتي جبينك متسطر عليه العز والنغنغة.
يبقى ليه بقى نكابر ونرفس النعمة برجلينا؟ حرام ولا مش حرام؟ وأنا رجعت أهو وجاهزة لنمرتي، ده لو مكاني لسه فاضي. مين قال مش فاضي؟ أنا قلت مش فاضي؟ هو قال مش فاضي؟ أنت قلتي مش فاضي، مكانك فاضي يا نجمة. اشبكي إيدي في إيدك كده؟ وشبكة العشرة الكرام دول ومليك عليا حلفان، بعد ما أنت مشيتي بساعة واحدة أنا كنت هقفل المحل، عارفة هعمل فيه إيه؟ هقلبه متحف وهعلق صورتك لوحدها وهسميه متحف رمانك الدولي، وأنت الوحيدة اللي تزوريه. اسمعيني كويس، بشطارتك مكانك ما يملهوش غيرك، وبالحنكة وصنفرة الدماغ تقفشي فيه بإيدك وأسنانك وما تفوتيش فرصة لأي واحدة تانية تاخد مكانك. وأنا من إيدك دي لإيدك دي. حلو، يبقى شعارنا هو الإخلاص والتفاني، مع رمانة يجيبوا الملايين من تاني. رمانة لا، خدي دول فتح شاهين. كنت حاسه بكابوس؟ الزهر قلب معاكي بكابوس؟ طب كنت خايفه من ايه؟ كنت شايفه ايه حبيبتي؟ ابوكي الله يرحمه. ايه لازمه الرغي ده دلوقتي؟ مش شايفه انها تعبانه؟ تصدقي يا حجه لسه لغايه دلوقتي موضوع ابوها الله يرحمه مقصر. انا قلت مش عايزه اسمع السيره دي تاني. هي يا حجه اللي يلا اتفضلي اتفضلي دلوقتي. حاضر يا حاجة، حاضر حاضر. احنا مش قلنا تنسي حكاية موت ابوكي دي خالص؟ مش كفاية اللي جالك من تحت راسها؟ عايزة ايه تاني يروح منك جنب صوتك؟ كتمي على الموضوع ده خالص، لازم تنسيه ده اذا كنت عايزة تخف بصحيح.